مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يذكره الكاتب البحريني الأستاذ خليل المرخي عن أسلوب السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه في الخطاب التوعوي، أنه خلال 30 سنة نجد أن هذا الخطاب مر بمراحل تطور على مستوى الشكل أو على مستوى نمط التعبير. كانت لغة السيد رضوان الله عليه مصاغة بأسلوب أدبي وعلمي متقن للغاية، حتى أنه ابتكر مصطلحاته الخاصة، فصار النمط الأسلوبي الذي يستخدمه السيد في محاضراته وندواته الفكرية ذا معالم واضحة وخصائص معروفة. ومن التعابير التي أدخلها السيد في لغة الخطاب الإسلامي كلمة الساحة الإسلامية، الحركة الإسلامية، الانفتاح على الآخر، القاعدة والقيادة، الحركية، الظروف الموضوعية للعمل الإسلامي، حالة طوارئ ثقافية وفكرية، الداعية الإسلامي، المرجعية المؤسسة، روح المهنة وروح الرسالة في شخصية الدعاة، الروحية الرسولية، وغير ذلك كثير كثير. ويكمل الأستاذ خليل المرخي: كان تركيب العبارات لدى السيد أشبه بفرشاة فنان يرسم لوحة فسيفسائية متناسقة الألوان والأشكال، معقدة التكوين لكنها محبوكة الصنع باحترافية عالية. ثم بدأ الخطاب، خطاب السيد مع الجماهير، يتحرر من الرسمية التخصصية إنجاز التعبير، فصار يركز على اختيار الموضوعات الاجتماعية والتربوية والأخلاقية بصورة أساسية، ويعالجها بأسلوب مبسط يستوعبه الجميع على اختلاف مستوياتهم الثقافية والفكرية، ويجدون فيه مع ذلك تقديرا لمكانتهم واحتراما لشخصياتهم. هذا التحول كما يقول الأستاذ المرخي يحدث لدى الكثير من المفكرين والعلماء، ولكن بشكل معكوس، إذ كلما تقدم المستوى العلمي والثقافي للخطيب كلما تعقدت لغته وأصبحت أكثر تخصصية، وتوجه إلى شريحة نخبوية محدودة في المجتمع. لكن السيد فضل الله رضوان الله عليه قلب المعادلة، وهذا ما لاحظه المحيطون بسماحة السيد. وكما ينقل سماحة العلامة الحجة السيد عبد الله الغريفي أنه سأل سماحة السيد عن هذا الأمر قائلا ومستفسرا: سيدنا، الذي طبعا يخاطب السيد الذي كتب خطوات على طريق الإسلام والحوار في القرآن والإسلام ومنطق ومنطق القوة وغيرها من الكتب في السبعينيات والثمانينيات، يلقي هذه المحاضرة المبسطة في نهاية التسعينيات. أجاب السيد للسيد الغريفي حفظه الله وقال له: كتبت تلك الكتب، يعني خطوات على طريق الإسلام والحوار والإسلام ومنطق القوة، كي أصنع نخبة وألقي هذه المحاضرات الآن كي أبني أمة. وهذا تعبير عميق عن مقدار الشعور بالمسؤولية تجاه الأمة دون استثناء أي شريحة من شرائحها الاجتماعية.
وأذكر أنا شخصيا أنني عندما كنت أحرر لسماحته سلسلة 100 سؤال وجواب استعملت في بعض الحلقات كلمة الشارع للدلالة على ما أحله الله وما حرمه، فلفت السيد نظري أن أستعمل كلمة الشريعة بدل الشارع. الشارع هو الله، يقولون دائما الشارع المقدس، فالله هو الذي يشرع ويضع المفاهيم ويبث كل ذلك من خلال الرسالات، ولكن الناس تفهم كلمة الشارع أي الطريق. فكان السيد رضوان الله عليه يحرص على وصول الكلمات الإسلامية إلى ذهن المتلقي من دون أي تعقيد. وبالعودة مشاهدين الكرام إلى منهج السيد رضوان الله عليه في الأسلوب الذي اتبعه ليوصل الفكرة الإسلامية إلى عقل ووجدان الإنسان المسلم بشكل خاص والإنسان بشكل عام، حتى يجد من خلال الأسلوب الوضوح الكامل للفكرة والعمق الأصيل لمعالم هذه الفكرة. فكان يرى أنه يجب أن يتوفر المفسر، أي مفسر القرآن، على مستوى رفيع من الاطلاع على اللغة العربية ونظامها، لأن القرآن جاء وفق هذا النظام، لكن القدر اللازم توفره من هنا الشرط في تفسير القرآن يختلف من جانب إلى آخر، فقد لا يحتاج التعمق في أسرار اللغة العربية في الجوانب الفقهية بالدرجة نفسها التي يحتاجها في دراسة الفن القصصي في القرآن. وفي توضيح هذا الشرط يؤكد السيد أن من يريد أن يفهم القرآن يحتاج إلى ثقافة أدبية واسعة منفتحة على عمق الأساليب الأدبية في فهم المضمون هنا وهناك. لا يمكن أن تفهم القرآن من خلال القاموس، لأن القاموس قد يضيء لك معنى الكلمة في بعض الاستعمالات، ولكنه لا يعطيك حركية الكلمة في المضمون الفكري الذي يحتاج إلى الكثير من وعي الأسلوب ووعي القاعدة. ثم يرى السيد أن المجتهد، أن العالم المجتهد بحاجة إلى أن يحصل على الذوق الأدبي الأصيل والإحساس اللغوي الذي يختزن اللفتة الفنية والإيحاء الحسية والإشارة والإيماء، لأن ذلك هو الذي يجعله واعياً للقرآن الذي يمثل القمة البلاغية في اللغة العربية، وللسنة الشريفة التي تمثل الأصالة في المستوى الرفيع للغة. أما الذين لا يملكون هذا الذوق فسيبقى اجتهادهم خاضعاً للقاموس في جموده الحرفي وللقواعد العلمية البلاغية التي تتجمد عند المصطلحات من دون أن تمتد إلى الذوق والإحساس. وفي دراسته لهذا الواقع، واقع الحوزات، يقول: فطالب الحوزات العلمية لا يزال غائباً عن المناهج الجديدة في اللغة والبلاغة، والتي بلغت مرحلة كبيرة من التطور، والتي قد تخالف بصورة حاسمة المناهج القديمة، ذلك أن علم البلاغة العربية اختلف اختلافاً كبيراً عما كان عليه في العهود السابقة. فإذا كانت البلاغة تتعلق بوسائل التعبير اللغوي، فإن مسألة فن التعبير وطريقة تكونه وطريقة استيحائه اختلفت اختلافا كبيرا عما كانت عليه في الماضي، حتى إن هناك محسنات
أصبحت مقبحات، فالسجع كان من المحسنات، محسنات البديعية طبعا، ولكنه أصبح يمثل شيئا قبيحا يندرج في خط التكلف الذي يسيء للحس الجمالي والعنصر البلاغي للغة. وفي ضوء هذا التصور، وكما يقول السيد رضوان الله عليه، فإنني ألفت إلى ضرورة انفتاح المنهج الدراسي الحوزوي على التجارب الجديدة في علم النحو وفي علم البلاغة، وأن تفتح آفاق الطالب على الثقافة الأدبية باعتبار أنها أساسية في تكوين الذوق الأدبي الفني الذي يملك الإنسان من خلاله أن يفهم النص بحسه وبالقواعد الموجودة بين يديه. وهكذا نجد أن علم الأصول كما يقول السيد الذي استطاع أن يبلغ درجة عالية في مجال العمق والدقة، نجده قد تحول إلى علم فلسفي أكثر مما هو علم يستهدي الفكرة التي تطل على الحكم الشرعي. ونختم بما يقوله رضوان الله عليه، إن هناك من يطلب العلم من أجل أن يخدم العلم شخصه في معنى الجاه وفي معنى الكسب المادي، وهناك من يطلب العلم ليستعرض عضلاته العلمية في مواجهة الناس لتأكيد ذاته، وهناك من يطلب العلم من أجل أن ينير ذاته في معرفة الحقيقة، وأن ينير في العلم مجتمعه في إضاءة قضاياه كلها بالحقيقة. ويبقى السيد في العقل والقلب والوجدان.